اللي جيو قاضي التحقيق يحقق معاه علاش واش راكم واش قالوا لقاضي التحقيق؟ قالوا راكم يحرف فيكم في الجامع وتهضروا على الجهاد وتهضروا على كذا. عيط لي انا نقول لك راني انا نحرض ايه ها يا سيدي بطريقه رسميه ياك بوليسيه هنا والمخابرات انا سابقى احرض الى ان اموت وانا محرض ان شاء الله بس على الخير انحرض انا على الخير والخير هذا فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المناكر والحكم بما انزل الله والحكم بالشريعه اذا كان هذا تحريض انا اول المحرضين اذا كان الانسان الذي ينادي بتحكيم شرع الله وإقامة دولة تحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم بالعدل بين الناس وتقوم أيضا بإعطاء كل ذي حق حقه وإعطاء الحريات الحقيقية لجميع الناس إذا كان هذا عندكم هو تحريض أنا أول المحرضين وهذا ديروها اعتراف والاعتراف سيد ماذا؟ سيد الأدلة ما كان لا تحقق معايا قول باللي هذا راه اعترف باللي محرض ودير واش حبيت